وكنا يعني خلصنا اللوجن وداخلين على اللوج اوت ونبدا. فانا هخش كده على الباك ده البروجكت بتاع الباك اند وهقول له نود مود سيرفر دوت جي اس او من الباك اند بتاعتي، واروح على الفرونت اند على التيرمينال وهقول له ان جي سيرف. تمام، ونبدأ نشوف ده كده كونكتد وكل حاجة تمام. طيب احنا رنينا الباك اند بتاعتنا ورنينا الفرونت اند بتاعنا، هرن الفرونت اند بتاعنا. الفرونت اند بتاعنا كنا خلصنا الساين اب واللوجن وكان كل شيء مفترض تمام. فلو رحنا جربنا مثلا اللوجن، لما كنا بنخش بيوزر نيم وباسورد وبنعمل لوجن، كان عندنا مشكله. مين مشكله بتحصل معانا؟ ان كان في عندنا مشكله في الكورس بوليسي، صح؟ لما بنشتغل من غير، احنا اخر مره كنا رنينا كده قلنا بس نمشي حالنا بامر الرن بتاع ان احنا بنديسيبل الويب سكيورتي، فاكرين؟ عشان نوقف بس السكيورتي بتاع كروم مؤقت بس. طب خلينا نشوف المشكله، ربنا يسهل الامر. بيقول لي ان في عندك مشكله في اللوجن الكورس بوليسي. بيقول لي انت بتريكوست هيدر فيلد اسمه يوزر نيم از نوت الاود باي اكسس كنترول الاو هيدرز في البريف لايت ريسبونس. طيب ايه الكلام ده؟ ايه معنى الكلام ده؟ بيقول لي ان انت المفترض دلوقتي حضرتك بتبعت اليوزر نيم على الهيدر، تمام؟ وفي الاكسس كنترول لو هيدر مش مسموح لك انك اصلا تبعت يوزر نيم، وبناء عليه العمليه اترفضت. طيب احنا نرجع تاني للباك اند. دي العمليه دي طبعا هنروح للباك اند بتاعنا. الباك اند بتاعنا كان فيه اهم ملف عند السيرفر دوت جي اس، كنا عاملين فيه فانكشن المهم قوي بتاعت السيرفر دوت يوز، وكنا قايلين له في عشان نقلاو الحاجات بتاعت السكيورتي دي والكورس بوليسي. كورس طبعا كورس بوليسي دي مهمه جدا وهي بتعمل حاجات خاصه بالسكيورتي، لكن احنا نقدر نقول ان الكورس دي يعني الكورس دي ساعات بنقول عليها كروس، هي اصلا اختصار لكلمه كروس اوريجن ريسورس شيرنج، يعني مشاركة الايه الريسورسز كروس اوريجن، يعني من كذا جهاز او من كذا سيرفر او من كذا بورت مختلفين. يعني هم في الاخر انا عندي البورت بتاع الفرونت اند بتاعي اللي هو 4200 ده الانجلر، عندي مثلا الباك اند بتاعتي على 3007، فاعتبرهم حاجتين بيكلموا بعض مختلفين، فانا هشير الريسورسز بتاعت الباك اند مع الفرونت اند، فبيتحقق من بعض الايه الحاجات اللي احنا فاتحينها. يعني مثلا احنا قايلين له السيرفر ده تقابل منه، لو اي سيرفر تاني يعني اي سيرفر تاني مش 4200 او لوكال هوست مختلف او اي سيرفر تاني مش هيقلاه، لو انا عايز اقلاه لناس ثانيه لازم اعمل يعني ادي له استرسك، ادي له مثلا اسماء الليسته اللي هو يسمح بيهم الى اخره. تمام؟ طيب احنا قايلين له اصلا بعض الحاجات هو معترض على، ان هو معترض على ايه؟ لو رجعنا هنلاقيه معترض على ان الاكسس كنترول الاو هيدرز، لان الاكسس كنترول الاو هيدرز احنا سامحين ايه في الهيدرز؟ باوريجن بحاجه اسمها كونتنت تايب، ده كله ممكن يتبعت على الهيدر، حاجه اسمها اكسبت، حاجه اسمها اوثرايزيشن، كل ده ممكن يتبعت على الهيدر. فاما احنا باعتين على الهيدر، لو رجعنا في اللوجن في الباك، انا بحاول افهمكم الفكره حصلت ليه المشكله. لو رحنا على اللوجن بتاعتنا في التي اس فايل، مش في التي اس، في السيرفيس بقى، لان احنا السيرفيس اللي بتعمل كود، صح؟ فقلت له روح على اليوزر في السيرفيس، هتلاقونا واحنا بنعمل على اللوجن
كنا بنبعت في الهيدرز هيدرز فاليوز لو فاكرين، هيدرز فاليوز كانت واخده اليوزر نيم كذا، الباسورد كذا، فكنا بعتين له يوزر نيم وباسورد. ففي عندي حل من الاثنين، يا اما احنا نخليه يبعت اوثرايزيشن، هي مش اوثرايزيشن هي اوثنتيكيشن، في فرق طبعا بين اوثرايزيشن واوثنتيكيشن، هي المفروض اوثنتيكيشن، يبعت اوثنتيكيشن وابعت له فيها اليوزر نيم والباسورد مع بعض، ده حل. لإما انا ببعت هيدر اسمه يوزر نيم وباسورد، يبقى لازم اقلله كمان ان يبعت في الهيدر انا حاجه اسمها يوزر نيم والباسورد، يبقى يا اما اغلفهم في جيسون اسمه اوثنتيكيشن واحط يوزر نيم والباسورد جوه بعض، يعني يبقى اوبجكت والاوبجكت دوت في اليوزر نيم والباسورد، واقول له هنا قلله اوثنتيكيشن وخلاص، يا اما اقول له انا قلله اليوزر نيم والباسورد. انا طبعا انا عملت الحل ده، هما الحلين طبعا انت خلاص فهمتهم، بس انا عملت الحل ده عشان بس ما ارجعش ابوظ حاجات في الكود، لان انا كنت عامل ان اللوجن اصلا بتستقبل اليوزر نيم لوحده والباسورد لوحده بتشتغل عليه، يعني في الكود ذات نفسه بتاعنا، في عشان ما اخشش في الباك اند شغل تاني، في اليوزر كنترولر انا كنت بستقبل من ريكويست دوت بادي دوت دوت باسورد ومن ريكويست دوت بادي دوت يوزر نيم في اللوجن، وفي اهي كنت بقول ريكويست دوت هيدرز يوزر نيم وريكويست دوت هيدرز باسورد، وبناء عليه انا كنت كاتب الكود كده، كنت بستقبل يوزر نيم لوحده والباسورد لوحده. لو انا كاتب الكود بياخد حاجه اسمها اوثنتيكيشن وياخد منه اليوزر نيم والباسورد، كان هيمشي معايا الحال. انا مش هخش اعدل في حاجات كتير، انا اقول له استقبل كمان اليوزر نيم والباسورد. يبقى انا فهمت من الايرور، راح فين الايرور اهو، انه بيقول لي في الاكسس كنترول الاو هيدرز، انت في الريكوست هيدر في فيلد اسمه يوزر نيم is not allowed by access control allow headers. طبعا بحاول اقراكم اللي بتاعه وافهمكم عشان تعرف تعدوه بعد كده. فقال لي access control allow header مش سامحه ان يبقى في يوزر نيم. فانا رجعت في الباك اند قلت له خلاص في الهيدر في الاكسس كنترول allow header زي ما كنا بنسمح بالاوريجينال والكونتنت تايب والاكسس كنترول والاوثرايزيشن والاوثنتيكيشن ممكن نعمل اللي احنا عايزينه. قلت له اسمح باليوزر نيم والباسورد. فكده مبدئيا هيقبلها. اما كلمه بري فلايت احنا قلنا دي معناها ما قبل العمل. هو الاول بيروح على الباك اند بيديله شويه بيانات يتحقق ان الدنيا مقبوله يبدا يشتغل عليها، مش مقبوله بيبدا يعمل ايه؟ بيبدا يعمل مشاكل. فهو من البدايه قال لك في مشكله. قلت له طيب تعال نجرب بقى كده، قلت له لوجن، قال لي تمام، ودخلني وحولني على الهوم، صح ولا ايه؟ دخلني وحولني على مين؟ على الهوم. معنى كده ان اللوجن اشتغلت، يعني اهو انا لما بخش على اللوجن تاني وادخل يوزر نيم غلط وعملت لوجن، قال لي يوزر نيم والباسورد غلط، خلاص الدنيا تمام. عملت كده قلت له خش، قال لي تمام وحولني على الرئيسي. كده اللوجن شغال. طب الريجستر شغاله؟ قلت له حد كده يكون من الناس اللي داخله، ياسمين هي بتحاول تخش، ماشي. قلت له مثلا في يوزر اسمه ياسمين @yahoo.com اسمين والباسورد اسمين اسمين والفلان اي كلام، وقلت ايه ريجستر، طلع لي ايرور بس ايرور تاني، الكورس برضه بوليسي، قال لي اتش تي بي فيلر مش عارف ايه ده 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 ماشي. هنا قال لي ايه؟ قال لي has been blocked by course policy. انا عندي مشكله الكورس بوليسي هو اللي قافلها، ماشي. response to be brief light، صح كده. response بتاعت البريف لايت، request does not pass access control check و it does not have a http okay status. فبيقول لي انت في عندك مشكله والمشكله ديت غير مسموح بيها على السيرفر، وبناء عليه تم ايه عمل يعني بلوكينج ليك. ماشي. البريف لايت ايه مشكلتها دلوقتي كبريف لايت؟ المفروض ان عدينا الموضوع، تعال الباك اند بتاعتنا. لا انا عايز الباك اند. ايه اللي حصل في الباك اند؟ قال لي لو احنا فاكرين احنا لما طبعنا البادي جاي لي فاضي، بادي باكو، والميثود اوبشنز مع اني مش باعت اوبشنز، واليو ار ال هو يوزرز على يوزر، اليو ار ال مظبوط
بس اوبشنز اوبشنز ليه؟ انا مش بعت اوبشنز. لو رجعنا كده للسيرفيس بتاعت اليوزر، مش في اللوج بقى، في الريجستر، انا اد يوزر اهي. لما كنت بشتغل انا كنت بعمل ايه؟ اتش تي تي بي بوست، صح ولا ايه؟ كان المفترض الباك اند تاخدها ايه؟ تاخدها بوست، ما تاخدهاش اوبشنز. لما كنا لما عملنا قفلنا الويب سكيورتي، كانت بتعدي وكانت بتروح بوست وكانت كل الدنيا تمام. مشكلتنا دلوقتي ان هي مش هتعدي، لان في السكيورتي المفترض ان هو الفكره كلها ان اوبشنز ديت بتبعت للسيرفر وبتشوف الاول الاوبشنز، بتبعت الاول وبيشوف هو اكسبتابل الاول، هو مسموح له انه يعمل بوست بالبيانات دي ولا مش مسموح له يعمل بوست. فهو بيروح اوبشنز عشان يشيك الاوبشنز اصلا نوت الاود، فبيضرب الاوبشنز اصلا احنا مش سامحين بيها فبيضرب. يعني ايه؟ يعني مفترض ان احنا نروح على الباك اند بتاعتنا، احنا مش سامحين باوبشنز، احنا سامحين بايه؟ تعال نرجع كده في الكود بتاعنا اللي كنا كاتبينه اهو، كنا عاملين اكسس كنترول الاو ميثود. الميثودز المسموح بيها هي الجيت والبوست والبوت والديليت. فاحنا ما كناش سامحين بمين؟ بان الاوبشنز تيجي. الاوبشنز قلنا بتيجي كبري فلايت، يعني تيجي قبل العمليه، قبل عمليه البوست او قبل عمليه البوت او قبل عمليه الديليت، مجرد بس بيشيك بيقول له هو مسموح بالحاجات دي. لو مسموح بيبدا يعمل العمليه اللي هي البوست وكل حاجه. فانا لازم اجي نقطه ما يقول له ايه؟ انت اسمح بان ايه؟ ان في اوبشنز، اسمح ان في ايه؟ ان في اوبشنز. فبعد كده بيستقبل فكره الاوبشنز، سامح ان الميثود بتاعت الاوبشنز تبدا تشتغل. فلو انا رجعت هنا اهو نفس البيانات بتاعتي قلت له ريجستر، قال لي ماشي، قال لي بس برضه لسه في مشكله، يعني ما عدانيش رغم ان انا عملت له ان هو هي اوبشنز. طب ايه المشكله اللي عندك؟ ايه المشكله اللي عندك رغم ان انا قلت لك خلاص، قلت لي الكورس بوليسي واوبشنز، فقلنا السيرفر عشان يرد ويبقى مقبول لازم يبقى موجود في الاكسس كنترول ريكوست ميثودز، ولازم نقول له ان انت مسموح بالايه؟ بالاوبشنز، وعملنا كده تمام وقلنا له الاو. قلت له ماشي، لو رجعنا للكود بتاعنا يمكن في حاجه مكتوبه بالتفصيل احنا مشيكين على حاجه في الباك اند. انا قلت له اوبشنز ماشي، لكن ممكن يكون وارد يكون لسه في حاجه احنا كاتبينها او حاجه مشيكين عليها. لو رجعت كده هلاقي ان احنا مشيكين فعلا لما بيكون الريكوست يو ار ال لوجن، او بيكون الريكوست يوزرز على يوزر، والميثود بوست لازم يكون يوزر على يوزر والميثود بوست عشان اتاكد ان دي ريجستر كنت بسمح له ساعتها. قلت له اه صحيح، بس كده انا مضطر ان اقول له لو الريكوست دوت ميثود بوست اور الريكوست دوت ميثود بتساوي اوبشنز. تمام، يبقى انا كده قلت له ايه؟ لو الميثود وانت بتعمل ريجستر سواء كان جاي بوست او جاي اوبشنز مسموح، جاي دي او جاي دي، بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه لي الاثنين مسموح، لان انا اللي كنت قافل اصلا في الكود انا اللي قايل له بالظبط لازم تكون بوست. فقلت له خلاص لو جاي على يوزرز يوزر وهي بوست او اوبشنز، انا فاهم ان دي كده بالنسبه لي هي مجرد بس بيشيك قبل عمليه البوست عادي. قلت له ماشي، تعال نجرب بعد ما عملنا القصه دي. تعال نقول له بسم الله ريجستر. قال لي يوزر ادد سكسسفول. شايفين؟ قال لي يوزر ادد ايه؟ سكسسفول. لو رحت دي ياسمين، ياسمين اتياهو. لو رجعت للداتابيس بتاعتنا كان فيها 19 دوكيمنت، عملت ريفريش بقى 20. انزل تحت كده لقيت ادي مين؟ ادي اليوزر اللي اسمه ياسمين اتضاف وبدون مشاكل. كده احنا حلينا مشكله البري فلايت مع الاوبشنز واحنا وبنعمل بوست. فكده ايه؟ عدينا من حته السكيورتي سواء كان عندي في الريجستر او في اللوجن. ولو عملت كده بقى يعني اهو، يعني لو دخلت دلوقتي ياسمين وياسمين وبعمل لوجن، الراجل بيعديني ويديني على الهوم وورك، يعني اشتغلت وكله تمام ومفيش عندي مشكله، والهيدرز بتاعت اليوزر نيم والباسورد وكله تمام. لما بعمل ريجستر زي ما شفنا من شويه بيعديها ما عندوش مشكله، وبناء عليه احنا كده عدينا مشكله الايه؟ الكورس بتاعت البري فلايت والاوبشنز. تمام؟ كان في اي سؤال دي؟ اي اسئله يا شباب؟ تمام في الحته دي احنا كده عديناها بايه؟ احنا لخصنا الدنيا، هو كلها في الباك اند بس بتاعتنا، عملنا الاو للاوبشنز
واحنا وفي الهيدرز سمحنا ان يبعت في الهيدر اليوزر نيم والباسورد، عشان اللوجن كنا بنبعت في الهيدر اليوزر نيم والباسورد، ولما كنا بندي له الاو على البوست ميثود كنا كمان بنقول له او الاوبشن زي ميثود. هربنا من كل الكورس بوليسي وعدناه وكان كله تمام. اوكي كده. وكده بالنسبه لي كمان لو تلاحظوا البادي بقى بيجي لي، البادي بقى بيجي لي اوبشنز ويوزر ولوجن، والبادي بيجي زي ما انتم شايفين بكل الداتا وما عنديش اي مشكله، والبيانات بتتبعت كل حاجه تمام. اوكي.